كل مره كنت ببص من هنا بس اول مره اشوف الكرين. بنرجع مره تانية لمطبخنا. طب ما انا كنت فاكره المهم المهم بنرجع لمطبخنا ومطبخ ستات ما بيعرفوش يطبخوا كل يوم اربع. بينورنا شيف محمود. وشيف محمود عامل لنا اكلتين النهارده، بتنجان محشي بالخضار وكفته داوود باشا. بالظبط. يا هلا، ازيك؟ ازيك يا شيف محمود. اسلم عليكي واسلم على الاستاذه منى واسلم على كل اللي بيتفرجوا علينا. انتوا اللي منورين. هعمل لكم كفته داوود باشا، يعني ركزوا معايا النهارده فيها. لازم ليه بقى مختلفه؟ فيها حاجه مختلفه والله. لا هي طريقه التسويه وايه مع ايه الاول. يعني في ناس بتقلي الكفته بتقليها في زيت الاول، فلا المرحله دي طب يلا مش موجوده. قول لنا المقادير يا شيف. مقادير كفته الداوود باشا اللي انا عاملها النهارده: نص كيلو لحمه مفرومه، ومعلقه صغيره ثوم مفروم طبعا، ومعلقتين بصل مبشور، وملح وفلفل، وزعتر اخضر، وكوبايتين عصير طماطم، ومعلقتين اوراق بقدونس مهم من غير العيدان، ومعلقتين صنوبر، ومعلقتين زبده، معلقه خل ابيض، ونص كوبايه ميه، ورز ابيض للتقديم. جميل. نبدا. اول حاجه بنعملها مهم ان اللحمه ما يبقاش فيها دهون كتير. اوكي كده. وبنحط معاها بالظبط نص كيلو معلقتين بصل مبشور، مش اكتر من معلقتين. كويس كده. انا احلى حاجه في يوم الاربعاء ده ان انا ما بطبخش. أوكي. باخد اجازه من المطبخ. أيوة. تتفرج. فانا ايه يعني البصل لو زاد شويه هيفك الكفته. لا يعني يفضل ان هو ما يزيدش اكتر من كده. معلقتين بصل مبشور واللحمه. اقول لك حاجه اكتشفتها جديده. قولي. في السوبر ماركت في بصل مفروم، وفي السوبر ماركت يا نهارك ابيض. لا مش للدرجه دي. حاجات من زمان قوي دي خلصت من زمان. لا اكياس بتتباع زي كيس الخضار. ده عادي كده. ايوه يعني انت يعني مشكلتك في المطبخ بصل. ايوه مشكلتك في المطبخ البصل تقشريه او تفرميه. لا مشكلتي ان يبقى الاكله جاهزه وخلاص. فانا دلوقتي لما اجي انزل انا اللي انا راضيه ذمتك. اشتري الاكل من المطعم. انا دلوقتي راضيه ذمتك. أيوة. انا قررت مثلا اعمل بسله. اوكي. هقوم رايحه السوبر ماركت جايبه البسله متقشره كيس بصل كيس علبه طماطم جاهزه علبه طماطم جاهزه وكله على بعضه بس كده. اوكي. اللحمه من عند الجزار مسلوقه. لا لا انا هسلقها. تعبتي هتتعبي لو سلقتيها. الميزانيه هتخرب كده. بصي هنا حطينا البقدونس، مهم قوي اوراق البقدونس في الكفته دي من غير العيدان. مع البصل مع الملح والفلفل واللحمه. وبعدين اديهم كده مع بعض. بنقلبهم كويس مع بعض كده. تمام. كويس. حلوه داوود باشا دي بحبها برضه. ده لا في مراحل كمان مهمه قوي بقى في واحنا بنسويها. المراحل دي هي اللي بتوصلنا في الاخر ان الطعم الكفته بيبقى حلو. طبعا بنستعمل عصير طماطم فريش، طماطم ما بنستعملش صلصه طماطم خالص. كويس قوي. بعد ما بنعمل دول كده اوكي بنولع البوتاجاز كده ونحط مكعبين. البوتاجاز عايز يتصلح. يتصلح زي الفل اهو. لا لا بصي. لا 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 الزبده مش هتتحرق كده هتستحمل لا 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 الكفته. لا 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 طبعا. انا لا لا بونتي لا كده تمام. بصي انا مجهز شويه كفته هنا. اه اوكي هنحطهم هنا. يعني انا كورت اللي انت كورت تعمل الكفته. طب كور لنا شويه عبال ما مره تقول لنا تفكرنا بحلقه. طبعا احنا عايزين ناكد برضو طبعا ان بالليل الساعه 9 هيكون الاعلامي الكبير الاستاذ خير رمضان المهذب جدا هيكون معاه دكتور احمد عكاشه هيتكلم عن الاحباط عند المصريين. موضوع مهم جدا. الساعه 9 هيكون معانا الاستاذ خير رمضان. طبعا ان شاء الله. الصنوبر مهم قوي بقى في الاكله دي ان هو يبقى متكسر متكسر كده ويتقلب برضو مع اللحمه. احنا ضفنا صنوبر. صنوبر. طيب. اوكي. ونعمل الكور زي ما احنا. طيب. لغايه دلوقتي الموضوع سهل معايا. سهل. يبقى انا اللحمه مفرومه. ايوه. والبصل. ايوه. والصنوبر. ايوه. وملح وفلفل. ايوه. وايه بقى بقدونس ده ولا ايه؟ وبقدونس اوراق بقدونس مفرومه. طيب. بنعمل كده ونغطي عليهم ثلاث دقائق. ثلاث دقائق. ثلاث دقائق. ما احطش اي حاجه. لا. في خلال الثلاث دقائق دي انا هقول مقادير البتنجان. يلا تمام. مقادير الاكله الثانيه هو البتنجان المحشي بالخضار. ما تنسوش دي لسه ما خلصتش، لسه في مراحل هنرجع لها. انا جايب بتنجان اسود وجايب فلفل الوان مكعبات وزعتر اخضر وكرفس مفروم وبصل مفروم مكعبات صغيره وثوم وخل ابيض وجبنه شيدر وملح وفلفل وزيت زيتون. بصي شيل ده. شيل كده وناخد واحد. مبدئيا انا شايفه ان البتنجان متقور فاذا برضو نشتريه متقور جاهز صح؟ يا نهارك ابيض. اوكي انت اشتريه مقور جاهز. ايوه بيجوا ستات بيبيعوه كده. ايوه
انا بسهل على البنات. أيوة. انا امثل البنت او الست اللي عايز تتعلم تبقى شاطره في المطبخ وكل حاجه، بس تبقى سريع. بصي ما تقعدش ساعات عشان تفضل الانترنت. لا ما بفرجش على الانترنت. اوكي. مش موضوع انترنت، موضوع بس اعرف اجي اشتغل. انت طيب. سبت بقى الكفته 3 دقايق، يعني تمسكت على النار دي، خليها شخدت الشكل بتاعها. مجرد ان هي بتتماسك كده، خلينا قبل ما نبدا في دي هوريكم شكلها. بصي المرحله دي كده هي كده اتمسكت لوحدها. يعني انا خلاص. مش حاطه غير لا. اللي احنا قلنا عليه. بصي في الوقت ده بقى بعد ما الكفته تتشوح كده حاجه بسيطه، في الوقت ده بنحط الثوم. ثوم بقى اديها بنج بقى، ورشه الزعتر تمام الاخضر. كويس. ونسيبها لسه لما الثوم يستوي شويه. طيب. ونسيبها بعد ما حطينا الثوم وال هي اصلا طلعت ريحه. الريحه طلعت الثوم والزعتر. كفته بقى داوود باشا بتاعت شيف محمود، مش اي حاجه. وهنسيبها. طيب. اوكي. نيجي بقى هنا للبتنجان ده. البتنجان ده مهم قوي ان احنا بس هنعمل دي كده. خلي دي هنا. بس كده. ولع النار. الحشو بتاع البتنجان ده عباره عن بصل مفروم. كل ده؟ بصل. ما هو اللي هيبقى من الحشوه دي انا بخليه تحت في البايركس. اوكي. والفلفل الالوان متقطع مكعبات. تمام. والكرفس يكون مفروم. بحب الكرفس قوي. ويا دوب عارفه اقل من فص ثوم، اقل من فص ثوم بس على الحشو ده. مع الزعتر الاخضر. تمام. ومعلقتين زيت زيتون. طب في جبنه انا مش عارفه. ما انا هقول لك. الله. ومعلقتين زيت زيتون. تمام. واخر حاجه بنحطها الجبنه الشيدر. جبنه شيدر مبشوره. مبشوره. تمام. وبعدين نقلب الخليط ده كده. مش عايز ملح، مش عايز فلفل. هنحط ملح وفلفل. برافو عليكي. برافو. صح. ايوه برافو. ما بتتريقوا عليا ليه بس؟ مين يقدر يتريق عليكي؟ ده تلمستك يا شيف. لا لا خالص. دي عايزه تجيب البصل. انا كل يوم مبسوط منك. ايوه انا بقول ان احنا عندنا يعني حاجات في السوبر ماركت بتساعد السيده اللي مش اللي ما عندهاش وقت. بس انا برضو عايزك اللي هو زينا كده. ايوه يعني انا في الاخر برضو. ايوه لو بتيجي تعملي ملوخيه مثلا والطشه بتاعت الملوخيه مهمه قوي بقى، انت ما تروحيش تشتري ثوم مفروم. الثوم في وقتها وهو لسه فريش. معمول فريش مع عصاره الثوم اللي وريها لنا. اشتري توابل مفرومه. يعني بقول لك ساعتها بتبقى هتفرق قوي 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 قوي. بصي في تفاصيل صغيره بتفرق في الطعم. هتفرق في ايه بقى يا استاذه منى؟ الطعم ده هيبقى فريش بقى، الثوم لسه معمول دلوقتي. وبعدين في حاجه عايز اقول لك عليها، حبوب البسله اللي احنا بنشتريها جاهزه دي لو هي خرجت من الورقتين من الورقه بتاعتها دلوقتي طعمها بيبقى احلى 100 مره من ان انت تصبري عليها ثاني يوم. ما انت جايز اللي بتشتريها من السوبر ماركت. انا بالنسبه لي كله اكل. اوكي. الكواليتي بالنسبه لي كله اكل. كوانتيتي نوت كواليتي. الله. هو كمان هاكلهم ويتنكوا علينا. مش متخيله. بصي طيب بنبدا نحشي البتنجان بالخليط بتاع الخضار والبصل والفلفل. بقى لما نيجي نحشي مش هنتعب واحنا يعني ده برضو مجهود. خلاص يبقى نشتريه جاهز مقور عشان يعني نوفر مرحله. هو دلوقتي معظم الستات بيجيبوه كده. صح. عشان كده الثلاجه من تحت زي ماما ما بتعمل. هتقعدي تقوري على بال ما تحصلي الراجل على الانترنت وتبقي اونلاين معاه، فما ينفعش تقوري بتنجان وتخشي على فكره. على فكره انت بتنكشيني يعني مش اشيله بس. لا والله كل الستات اللي بيشوفونا دي نصايح. مش هاتي بتنجان جاهز زي ما مفيده بتقول. منى اتغيرت وبقت بتنكشني زي اميره. هنقول كفايه دول كفايه دول كده. بنعمل ايه بقى؟ بنعمل ايه؟ ايه بقى؟ اسرع ما يمكن. بنحط هنا معلقه زيت زيتون. ونحط البتنجان ده يتلون شويه. اوكي هيبدا يتشوح شويه واللي اتبقى من الخلطه دي نحطها في البايركس عشان نحط عليها البتنجان وندخلها الفرن تاني. نحط عليها الله ده نحط عليها البتنجان وندخلها الفرن تاني. نيجي هنا بس خليها هياخد وقته. اوكي طيب انا بس بساعدك. انا اقصد لا يعني على ما ريحه الكفته ايه بقى؟ مش يعني لا خلاص خلاص انا هقلبها لما تتشوح يا شباب. هنا بقى شفتي بقى ريحه الثوم والزعتر وقد ايه جميله. بتحطي معلقه خل ابيض. خل على داوود باشا كده بقى في ثوم وخل وزعتر. دي بتدي ريحه حلوه قوي. وبعدين كوبايتين عصير الطماطم كده. ماشي. ونسيبها على نار هاديه لمده ثلث ساعه. على راي اميره تتشكشك. تتشكشك وتتسبك و يعني المراحل اللي انا اتكلمت فيها هي ان احنا نسوي الكفته الاول في معلقتين زبده، ده مهم قوي. هي استوت على بخارها كده. والثوم والزعتر بعد كده ده برده مهم قوي. ما حطيتش ميه خالص ولا هتحط ميه؟ لا ما يعني لو احتاجنا سنه ميه اوكي، ما احتاجناش بلاش. وبنغطي دي كده وخلصت الاكلتين على كده. ونعتبر ان دي اتشوحت شويه برده عشان وقتنا. ونحط دول كده تمام وندخلها فرن برده لمده ثلث ساعه. ثلث
تلت ساعه وخلاص كده. عايزه اوريكي بقى شكل طبق البتنجان دوت بعد ما بيطلع بعد ما بيطلع بيبقى شكله عامل ازاي. يعني خلينا ده اول جزر ده البتنجان بعد ما طلع من الفرن. بصي دبل ازاي وطعمه وريحته كله بقى جبنه شيدر من جوه وكده يعني طح. ده ينفع سلطه حلو. ودي الكفته طبعا التقديم عليه عامل مهم قوي ان احنا طبعا. يعني الشكل العام بتاع التقديم احنا بنعمل بوله رز كبيره بالبقدونس 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 وفي الاخر دي كور الكفته هتبقى تماسكت كويس قوي وطعمها هيبقى حلو. شيف احنا بنشكرك بس وعدني بقى الاسبوع الجاي ممكن بقى شويه نخرج نعمل تورته فواكه ماشي. تورته ماشي. حركات كده عشان الولاد وهم بيذاكروا واجازه نص السنه او هم قاعدين على النت الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك يا شيخ محمود ربنا يخليك لينا ميرسي جدا نورتنا يا منى ربنا يخليك تسلم ايدك يا مفيده. وبكره نلقاكم يوم السبت بقى مش بكره اجازه سعيده وهتوحشونا قوي حد يوم السبت وحلقه جديده وستات في الشتات.